الوغ اول حاجه هنيئا لطنجة على هذه المقابلة، الجمهور اللي جا تمتع بأطوار مقابلة في المستوى، هنيئا للفريق على هذا الأداء الممتع صراحة. طبيعة الحال واحد الوقيتة فريق ماجد طنجة كان منتصر، واحد الوقيتة فريق اتحاد طنجة كان منتصر. طبيعة الحال جزئيات بسيطة نفسيا طبيعة الحال، لأن الصعيب أمام فريق قوي بحال اتحاد طنجة تكون غلبك بواحد 14 نقطة وترجع في الدقائق، خصك تكون بدنيا قوي، خصك تكون نفسيا قوي. هنيئا للفريقين، هنيئا للاعبين على الفوز، ومسيرة موفقة للجميع. المباراة كانت محمسة بزاف. المشكل هو حنايا ما جريناش لي ديرنيير مينوت تاعنا، كنا كانت بزاف ديال النيرفوسيتي. خصنا نزيدو نكملو لونترينمون ديالنا، خصنا نتعلمو هاد الماتش هذا، خصنا نتعلمو الاخطاء اللي عملنا باش نزيدو نفوتو راسنا من ناحيه اللعب، نلعبو احسن. الرساله ديالك كتوجه للجمهور اليوم اللي سجاكم اول اكسلون اكسلون. الجمهور غزال، الجمهور غزال ديالنا فريمون تبارك الله عليهم، عاونونا بزاف. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.